الو، السلام عليكم. وعليكم السلام مروي، هاي رفل رفل من بغداد، من الناصرية. من الناصريه. حياك الله يا رفل، وحيا الله للناصريه. احنا اليوم نحكي على الاوضاع تسلم. اللي دائما العراق يمر بها قبل العيد، وخصوصا اليوم بغداد بالتحديد مدينه الصدر شهدت انفجار باحد اسواقها الشعبيه، وراح ضحيتها اكثر من 26 شخص. الله يرحمهم. نعم، اي والله احنا ابد ما جاي نرتاح، يعني خاصة هاي كل عيد. قبل كل عيد جاي يصير بينا هيك شيء، نعم يعني شو اسوي؟ وقبل فترة هم الناصرين، نعم هم احتراق المستشفى، هم راحوا اكثر من 120 شهيد. فعلا، الله يرحمهم. اي الله يرحمهم طبعا يصبرهم. ما اعرف شو وقت نرتاح، ما ادري. هو يا رفل، احنا دائما نقول نريد شو وقت نرتاح، لكن هو الحل بيدنا. يعني أيوة، كل ساعه ماكو جاي ماكو اذكر راحة، ماكو. رفل، اني دائما اقول واعيد واكرر باف ام انه الحل بايدينا، الانتخابات على الابواب، واحنا اللي نغير بايدينا الوجوه الجديده اللي اي نريدها، اللي صحيح. نعرفها بحق وحقيقي، اللي نعرفها اللي هي جايه لاجل تغيير ولاجل توفير صحيح. الخدمات ومتطلبات الشعب العراقي. شكرا لك ولاتصالك، ويا رب يحفظك ويحفظ العائله لك. شكرا، باي شكرا لك، باي. مع السلامه.